السيف العزازي الى الان زي ما احنا شفنا الصراع طبعا احتدم جامد جدا بين نوح وبين عائله سيم بين عائله العطارين وبين سيف العزازي. سيف العزازي عندنا مفاجآت كتيره جدا في الاجزاء اللي جايه او في الحلقات اللي جايه. سيف العزازي هو ايقونه من ايقونات الدراما الحمد لله بقى لها سنتين ويمكن تصاعدت هذا العام. هو من الجزء الاول سيف العزازي راجل بيتحلى بشكل اطار خارجي ان هو متدين وطبعا ده ملوش علاقه بالتدين خالص، لكن هو في النهايه راجل فاسد، راجل بيحاول يوصل كل حاجه عن طريق الفساد. طبعا حاجه مهمه جدا لازم نعرف ان سيف العزازي ده ضابط شرطه، يمكن كان من ضمن الحاجات الجزء الاول يمكن الناس ما خدتش بالها، هو ضابط شرطه مرفوض يعني رفض من الخدمه، يمكن كان بيصدر ان هو ساب الخدمه. لا، راجل مرفوض، راجل عنده مشاكل تجاره السلاح خدته المخدرات، راجل ملوث فاسد. الشر في سيف العزازي صعوبته انه مش شر اللي هو قلبه العين ونفذ وقتل، لا هو راجل بيدير المؤامرات كما تدار المؤامرات في جميع انحاء العالم من وراء المكاتب. هو راجل بيدير الفساد اللي في المكان كله من خلال الكرسي اللي ورا، يعني من خلال الكرسي اللي قاعد عليه من ورا. انا عندي الرحله 710 هي مفاجاه من مفاجات رمضان ان شاء الله، واقترب شهر رمضان الكريم. هتتفرج على رومانس، اتفرج شخصيه رومانسيه جدا انا والجميله المتالقه حنان مطاوع، واعتقد هتفرج على كوبل جديد خالص. لا مش خايف خالص، بالعكس انا بحب تغيير الجلد، عشان كده بقول لك هتبقى في مفاجآت متتاليه يمكن السنه الجايه في رحيم. مش عايز احرق لك برضو، انا مختلف عن الادوار دي خالص. لا ما حدش بيحصرني، ما حدش عارف يحصرني يعني انا بحاول اتبدل، بس هي الظروف بتيجي كده. تمثيل الشرع للممثل بيديك اداء مختلف، يعني انت لما بتبعد عن نفسك، ما هو رومانسي انا وشي بريء جدا، انت بتبعد عن حاجات، اعوذ بالله من قلت انا عشان ما اسمعش فهمني غلط يعني، لكن انت بتعمل حاجات الناس مش متوقعه منك، هو الشر منهم. فالرومانسي متوقع، لكن الغير متوقع انا بعمله، هو ده اللعب على الورق الرابحه. يمكن ده اللي عمل لي تارجت اعلى في سنين فاتت، لان انا اختلفت تماما. يمكن الكهف ما كانش ليه حظ في النجاح، بس انا عملت المجهود اللي انا ممكن اي ممثل. انا عندي فيلم الكارما مع العظيم خالد يوسف، واعتقد قد يكون في مهرجان كان في السوق المصري، لكن هو هيتعرض في العيد الفطر المبارك. وعندي خطيب مراتي في عيد الفطر المبارك. خطيب مراتي ده اخراج احمد عفيفي، بطولة احمد سعد وانا وريم البارودي ومحمد كريم. الفيلم ده مستو انه اول نسخه في تاريخ السينما المصريه صم وبكم وممثلين عاديين، او مصر في تاريخ السينما المصريه وفي تاريخ العالم، انك تقدم نسختين هو نفس الفيلم بس نسخه ونسخه، نسخه بممثلين صم وبكم ونسخه مش اشاره هم بيمثلوا صم وبكم وممثلين مصريين. اعتقد ده طفره كبيره جدا في الفن المصري والعربي عموما. يعني قول اعوذ برب الفلق، عندنا اربع اعمال، عندنا قانون عمر، عندنا رحيم، عندنا رحله 710، عندنا فوق السحاب. عينك على العالم.